أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. هناك علاقة جدلية بين المنجز الإبداعي وجماليات الحياة المتعددة كالحب والسلام والطبيعة، وكثير من المبدعين صوروا لنا الحياة بجماليتها وعذوبتها من خلال أعمالهم الفنية، إن كان في المسرح أو الرسم والأدب والشعر. ولكن الشعر كان أكثر حضوراً وتمييزاً في المشهد على اعتباره أكثر التصاقاً بالناس، وأظهر الشعراء إبداعات من خلال تصويرهم عالماً افتراضياً أو رفضاً للواقع وخلق واقع مغاير، وهذا ما نجده في نصوص الشاعر الكردية كاجال إبراهيم خضر. طرقت أبواب القلوب قبل العقول بكلماتها وأسلوبها الشاعري المحبوك بإتقان. الحب لدى الشاعر مظهر من مظاهر فناء الإنسان في الآخر، بتعبير ذاتي عن تجربة حياتية تهتم بصورة حية، بوظيفة انفعالية، باستعمال رمزي لتعلن للجميع بقفزة فلسفية إن الحب مصدره الحزن، الموت، الحياة، الألم، الضياع، الغربة، الطبيعة، الأحلام، الرغبة، أي إن كل فعل نفسي واجتماعي أساسه الحب، والذي بدوره يقود لقناعات وعقائد تمثل بمجموعها دستور حياتنا. لذلك أحببنا نزيف مشاعرها النبيل الذي هو نزيفنا الخالد، معلنين عن شاعرة الحب والطبيعة والجمال والضمير. قل لخصلات شعرك أن لا تشم شعري، أخاف كثيرا حين أعود من موعدك أن يشم والدي شعري. كجال إبراهيم هي أحد الشاعرات الكرديات البارزات التي تصدرنا المشهد النسوي في كردستان منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، إن بعثت من ثنايا الطبيعة الكردستانية، عبرت عن وجودها الشعوري والروحي للأشياء، وذلك للخروج من عذاباتها والانكسارات النفسية الناتجة عن واقع مأزوم، والتحول صوب الوجود الفاعل الذي يحقق ذاتها الحالمة. ولدت الشاعرة كجال خضر إبراهيم عام 1968 من عائلة ميسورة الحال، مؤلفة من 6 أخوة و4 أخوات في إقليم كردستان العراق بمدينة قلعة دزة، التي شهدت تحولات دراماتيكية في النظام السياسي من حياتها القصيرة، بحيث رأت من الأهوال والتحولات ما لم يره غيرها، فهي ابنة الجبل الممتلكة لصبر الطبيعة وصلابة جبالها الشم، وضمن هذه الأجواء تفجرت طاقتها الشعرية المذهلة. كان ذلك تحديداً في منتصف عام 1987، إذ كتبت أولى محاولاتها الشعرية التي لفتت الانتباه لإمكاناتها التعبيرية المصاغة بحروفها الجميلة والمستوعبة لكل تلك الفجاع التي أنجبتها تلك السنوات، التي لونت الحياة العراقية بالدماء والدموع، وفاضت ترحماً على شهداء لم يكن لهم ذنب سوى عراقيتهم وانتمائهم لهذه الأرض الخصبة بالمراثي والهموم. المرحومة كجال إبراهيم خضر أنثى جريئة على واقع، على قصيدته تتمرد على قفص المجتمع يمداتها وريشتها. كجال بالرغم من لغته لكتابه لديها البسيطة والسهلة، إلا أنها ببساطة الحق برك الماء الصافية، لكنها العميقة أو بأحرى هي من نوع التي تسمي السهل، وهي لم يكن لدى الخوف في أي الوقت
ومن أي السلطة المعنية سواء العائلية أو الاجتماعية، لأن كتاباته وقصائده تتفتق من أعماق النفس وبكل قناعته وبكل صدق، وصنع تلك الكلمات على الأوراق حيث قراءتها أمام الجماهير بكل جراءة، وقصائده ومستعدة عبره عبر عن دواخله بكل جراءة والأمانة، لأن قناعته التامة بأن الكلمة الصادقة تدخل إلى قلوب القراء دون استئذان. والشعر بالنسبة للكجال لديه القناعة التامة، وهي وظيفة روحية، وشاعر المتمكن هو ذلك الذي يضيق إلى جمالية الشعر إجمالا، وقد تطرقت من خلال هذه الوظيفة الروحية إلى عشق الوطني وشعبه، وكل منهم مكان الآخر في أعماق قلبه الكجال. درست مراحل التعليم في قريتها، حيث لم يكن التعليم كما يرام، غير أنها كانت تحب العلم ودأبت على الدراسة والمطالعة في بداية عمرها. اعتمدت على نفسها في التعليم اللغة الكردية وصقلت موهبتها بنفسها، كما تلقت التشجيع من مدرسيها وصديقاتها، إلى أن تخرجت وتوظفت في إعدادية الصناعة في محافظة السليمانية، وتزوجت من مدرس في نفس المدرسة الأستاذ ريبوار محمد يوسف، أنجبا 3 أبناء، بنتان وولد، إحداهما مدرسة للغة الإنجليزية والثانية خريجة جامعة متخصصة في الرسم، أما الولد فلا زال يكمل تعليمه. أجمل ما في الشعر هو الألم، وأجمل ما في كردستان هو الأمل. إنها استعارة رمزية عن الشاعرة الكردية غزال إبراهيم، التي تمطر نرجسا على أرض الإنسانية الرحبة، التي تصل الإنسان بالإنسان من خلال القصائد. فكتابة الشعر عمل إنساني عظيم لقهر الظلم والعدم، وهي جزء من هذا التراكم الهائل من البشع التاريخي التي مرت بها المرأة الكردية والمجتمع الكردي معا. إنها الرؤية التي يكشف فيها الوجود النسوي عن نفسه. أيها الرجل، أنت لماذا تصلي من أجل الجنة إذا كان الله قد منحك جنة في بيتك هي امرأة؟ عجيب، أنا وردة وأنت نخلة، النخلة من أجل الوردة تفدي حياتها، وأنا أغتال من أجلك. المرأة تشبه جدولاً لا يروي عطشهم ولا ينقص، ولكن القليل منكم يستطيعون العوم فيه دون أن يغرقوا. كتبت الشاعرة الراحلة كجال في صفحتها على الفيسبوك منشوراً تقول فيه إنها سوف تضرب عن تلقي التهاني بالعيد السعيد، وسوف تتوقف عن الاحتفال بمراسم العيد لعدم وجود ثمن الطعام والشراب والحلوى وكل لوازم العيد، وذلك بسبب عدم صرف راتبها لأشهر بعد أيام من إعلانها ذلك. قادت مظاهرة عارمة ضد حكومة كردستان العراق للمطالبة براتبها، كانت تقود المظاهرة ضد الجوع، فكيف لها أن تغني وتنشد في حضرة الجوع؟ حينها كتب الشاعر اليمني الدكتور مقبل أحمد العمري مقالة قال فيها: حينها أردت أن أخاطبها في نفسي قائلا: سيدتي كجال، لم أعد أطمح أن تكوني وزيرة، يكفيني أن تشبعي وأن تجدي قوت يومك وأولادك في هذا العراق الغني الفقير، وفي هذا الكون الفسيح الضيق، وفي هذا العالم العربي الذي يقدم ثرواته للأجنبي، فيما أنت وأنا وأمثالنا لا نجد ما نأكل فنلبس ونعيش بعزة وكرامة. الشاعرة العراقية غزال إبراهيم هي صديقة على وسائل التواصل الاجتماعي،
شاعرة كانت تتحدث بحرقة على القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمعات العربية، خاصة وضع الأدب وعلاقته بالمجتمعات، يعني أن الأدب العربي لابد أن ينتشل المجتمعات من الركود ومن الغفلة ومن السكينة. الأدب له دور وله قيمة في المجتمعات، في كل مجتمعات العالم. المجتمعات الأوروبية تحضرت بالأدب والفلسفة والفكر، كذلك مجتمعات آسيا وجل مجتمعات العالم. لذلك كانت الشاعرة غزال إبراهيم واعية تماما بأن لا بد للأدب العربي أن يأخذ مكانته، ولا بد للمثقف العربي أن يستفيق وأن ينهض بمجتمعه. لا بد أن يكون المثقف يعني قريب من المجتمع، وأن يتحمل مسؤوليات كأن يقدم مشروع سياسي بديل لمجتمعه، لأن المثقف هو المسؤول على كل ما يحدث في المجتمع، سواء كانت أخطاء في المجتمع أو عند السياسيين، كلها يتحملها المثقف، لأن المثقف في رأيها مثل أم منير، يجب أن يأتي متأخرا لعقلنا كل شيء. كما كتب عنها الناقد شريف رزق: كجال إبراهيم خضر تتصل تجربتها بالشعر الكردي اتصالا عميقا يتواشج فيه الشعري بالسياسي بالاجتماعي بالتاريخ الكردي بالإنساني بشكل عام، ويكشف شعرها عن التحرر من القوالب الشعرية الموزونة إلى رحابة التعبير الحر والبناء الجديد، لتنتمي بوضوح إلى تجربة الشعر الكردي التي كانت من علاماتها الشعرية الأساسية لطيف هلمت، فريد زامدار، شيرغو بيكس، رفيق صابر، عبد الله بيشو، وغزال إبراهيم خضر، وغيرهم من أبرز الأسماء التي تواصل مسيرة هذه السلسلة الشعرية المبدعة، ومن أبرز الملامح الجمالية التي شدد عليها خطاب غزال الشعري التجديد على تجربة العشق ببعديها الروحاني والجسداني، الالتحام بخصوصية المشهد الكردي بعناصره الحياتية المعيشة ومفردات طبيعته الخاصة، هيمنة التطور الصوفي على رؤى العالم، فيتحول الواقع المعيش إلى رؤى وتحدث انتقالات دائمة بين النسبي والمطلق، وعلى محور الأداء يبرز التكثيف الشعري الشديد في التصوير والأداء اللغوي، والانتقال من بنية الغنائية إلى بنية السردية. كلانا واقفان أمام محكمة لا حكم فيها، أي منا متهم في هذه المواجهة؟ أنت كنت عابر سبيل تجهل الطرقات الجانبية تلك التي توصلك إلى مركز القلب، وأنا كنت راعية لم أستطع أن أبلل حنجرتك بقطرات من الحليب. أنت المتهم لأنك لم تتمكن من تعلم لغة الأنهار كي تنقذك من الأمواج وتوصلك إلى جنبي. أنا المتهمة لأني من أجل تناول حفنة من السنابل أبعدت الطيور. الدخول لمحترف غزال إبراهيم كالدخول لروضة من رياض كردستان، بكل ما تحمله من ألوان الطيف الشمسي الضارب في إمتاع العيون. كل شيء موجود في قصائد الشاعرة: المناخ والبيئة، الجرح والتحدي، العاطفة الأخاذة بالامتداد العمودي لمشاعر امرأة ترى أنوثتها نورسة في أغصان الدهشة المتراكمة حين تفتح أبواب الخيال الأبيض والطيف الرمادي. قد تبدو مجازفة الإبحار في أعماق قصائد الشاعرة لتداخل الأمواج وخلخلة الأشرعة كلما استيقظت الريح، وهي متمنطقة بالتحدي والرغبة القوية في أن تترك أثراً إيجابياً يكون خالداً في ضمائر أقلام الشعر وقوافيه. شاعرة منتجة وصانعة للجمال تمتلك مساحة من التحليق في سماوات بيتها، على الرغم من التنافر الحاد في موجودات الأشياء
أو تضارب الدلالية الكلامية في سرعة طروحاتها. لم ألتقي بالشاعرة المرحومة كجال إبراهيم، لكنني عرفتها من خلال قصائدها والحوارات الأدبية في صفحات التواصل الاجتماعي، كما قمت بترجمة عدد من قصائدها إلى العربية، منها على ما تذكر بعنوان وردة رمان سكر بالحب، ونشرت في الصحف المرموقة آنذاك، إذ أرسلتها لي وطلبت ترجمتها قبل سنوات من رحيلها المفاجئ. عرفتها إنسانة خلوقة محترمة ولديها العديد من النصوص الإبداعية الجميلة، لكن مع الأسف لم يمنحها القدر المزيد من الوقت ولم تكمل مشوارها الإنساني والأدبي الإبداعي، وقطفت زهرة حياتها في وقت مبكر تاركة إرثا شعريا مميزا يبقى إلى الأبد. كجال شاعرة مسكونة بتضاريس مكونات بيئته المناخية والجغرافية، فهي لا تنفك أن تكحل رموش قصائدها بمفردات تعودت على أن تعيشها أو أن تلتحف بغطائها، فمفردات مثل الثلج، تساقط الأوراق، المطر، الخريف، السهول، ورد النرجس، الأزهار البرية، الأشجار، البراعم، العصافير، غابة كثيفة، الصباح، الينابيع، قوس قزح، الربيع. تكون الشاعرة من هذه المفردات مجتمعا لغويا إيحائيا تدب الحركة والحياة فيه، وتلقي بظلالها على مجمل صورها الشعرية وانتقالاتها الحسية ذات الدلالات الحرفية، كما إنها مسكونة بالمطر. هذه المفردات التي نراها قاسم مشترك لجميع قصائدها، وهو تعبير مجازي للعطش الإنساني الاجتماعي منه أو التاريخي. في طفولتي كنت شديدة الكره للعاصفة. في أحد الأيام جاءت عاصفة سرقت مني دميتي، ولكنني الآن كلما هبت العواصف أشتهي فرحاً، أقول ربما هبت من لدنك يترشح منها أريجك. الشاعرة تدرك أن المطر بوابة الخير، يغسل النفوس ويقترع أدران العلاقات الاجتماعية وحتى الكونية منها، تحت ظلال المطر تعشق الحياة بتجلياتها، وبين قطرات المطر تسافر في عيون الحبيب، على رائحة المطر تتبخر أحزانها وتصبح أحلاما تطارد الحقائق. نشرت الشاعرة الراحلة كجال في العديد من الصحف والمجلات كالزمان والشرق الأوسط والاتحاد، جريدة المستقبل، الحقيقة، طريق الشعب، الجماهير، وطريق الحرية، ومجلد الحياة التي تصدر في سوريا، وسردم عربي، قلاويش، نوه، الجسر، الشرق الأوسط، الإيراني، راية الحرية، جريدة تشرين، نهج الحرية في العراق، جريدة فكر، وفي الكثير من الصحف والمجلات كجريدة البنية، وجريدة العراق اليوم، وجريدة المدى، ومجلد صدى فصول، جريدة الشعب الجزائري، أمارجي أدي، مجلد الثقافة الإمارات، مجلد مبدعون، وفي صحف يمنية أيضا. كما ترجمت أشعار لها إلى الفارسية واللاتينية، وقدمت عنها العديد من رسالات الماجستير والدكتوراه في جامعات كردستان، وصدرت لها مختارات شعرية إلى العربية بعنوان عين للعشق حضن للمحبة في 2003، يتضمن نصوصا شعرية وبعض الكتابات النقدية والآراء عنها. بعد تجربة الشاعرة الراحلة للأسف كجال إبراهيم خدر، تجربة فريدة واستثنائية، لا سيما أنها تعد من رواد الجيل الثاني بعد الشاعر الكبير شيرو بيكس والشاعر لطيف المد والشاعر عبد الله فيشو. تجربة فريدة في إقليم كردستان العراق في أنها كتبت بالكردية وحدها،
في أنها خوضت غمار تجربة الشعر بجرأة وبشفافية معا، في أنها كانت يراود قصائدها مصطلحات شفافة كالمطر والندى والورود، دائما تحاول بهذه الكلمات البسيطة أن تعبر عما يجول في خاطرها، عما يجول في واقعها، لذلك كانت شفافة وبسيطة معا في آن واحد، لذلك تجد قصائدها ملونة ومزركشة كثياب الفتيات الكرديات وهن يرقصن في نوروز في هواء طلق في أي جغرافيا كردية في خارطة بلد ممزق لكردستان. تجربتي مع هذه الشاعرة الراحلة كجار كانت تجربة مميزة في أنها كانت تجربة غنية. التقينا في أكثر من محفل أدبي سواء في السليمانية أو خارج السليمانية في كركوك، التقينا في أكثر من أمسية شعرية مشتركة، شاركت بهمومها وبقصائدها حتى مع ثورة روج أفا، وكانت لها حضور دائم في المحافل التي كنا نستذكر فيها أما شهداء روج أفا أو نستذكر بطولات روج أفا. من هذا المنبر أقول تحية لروحها الطاهرة وتظل في ذاكرة وجدان شعبنا كشاعرة جريئة وشفافة وبسيطة في آن واحد. شاركت الشاعرة الراحلة كجال في معظم مهرجانات العراق وأقليم كردستان وبعض الدول العربية، كما حصلت على 70 جائزة ووساما وشهادات تقدير وشكر في كردستان العراق. حصلت على المركز الأول في الشعر عن ديوان قصبة قلعة دزة، وتسلمت الجائزة عن هذا المركز من وزير الثقافة العراقي، كما حصلت على المركز الأول في الشعر في قصبة قلعة دزة. حصلت أيضا على المركز السادس في الشعر في دولة مصر، كما حصلت على 110 جوائز وشهادات تقديرية من الكثير في الدول العربية من مجمل المسابقات الأدبية التي شاركت فيها. أيضا حصلت 20 مرة على المركز الأول، و35 مرة على المركز الثاني، و18 مرة على المركز الثالث، و12 مرة على المركز الرابع. هناك حوالي 195 مقالا نقديا عنها كتب باللغة العربية وترجم إلى اللغة الكردية ونشر في العديد من الصحف والمجلات. طبعا هناك علاقة جدلية بين المنجز الإبداعي وجماليات الحياة المتعددة مثل الحب، السلام، الطبيعة. الكثير من المبدعين صوروا لنا الحياة بجماليتها وعذوبتها من خلال أعمالهم الفنية بالمسرح والرسم والأدب والشعر، لكن أنا أعتقد بأنه الشعر كان أكثر حضوراً من خلال تجربتي، كان أكثر حضوراً وتميزاً في المشهد على اعتباره هو الأكثر التصاقاً بالناس، وأغلب الشعراء أظهروا إبداعاتهم في هذا الخصوص، لأنه خلقوا لنا عالم افتراضي نفتقده، عالم افتراضي أحيانا من خيالهم الفذ ولكنه قريب جدا على حياتنا التي نتمناها أو الحياة المتخيلة هروبا من الواقع المعاش. كما لها الكثير من الإصدارات الأدبية ومنها 24 ديوان شعري باللغة الكردية طبعت كلها على نفقتها الخاصة، أذكر منها على سبيل المثال للحصر دلو رنج أي القلب واللون، جريانا وشكان بكاء الكلمات، بتا كاتيا بايز أحرف الخريف، ناميري وشلا نيرجزيك أي الخلود وأربعينية النرجس، تاريك شو وبنجرة عشق عتمة الليل ونافذة العشق، جنك لبرغولي امرأة من ورقة الورد، شفن تارين جياني خم دينيفسيني أي ليالي الحياة المظلمة تسرد الهموم. كما طبعت لها بعد رحيلها
دراسات أدبية ونقد وبناء ودراسات في الشعر كجال إبراهيم قبل أن تحبني شعر حدائق العشق قصائد وغيرها من الترجمات لقصائدها إلى العربية مثل ضع يدك بيدي ترجمة للغة الأمازيغية والعربية كما ترجمت دواوينها الشعرية إلى اللغة الفارسية واللاتينية والعربية وبعضها إلى اللغة الإنجليزية والألمانية والروسية والإسبانية لها ديوان شعر مترجم إلى العربية بعنوان عين للعشق حضن للمحبة وديوان شعر مترجم إلى اللغة الفارسية تجربة الشاعرة الراحلة كجال إبراهيم من التجارب الشعرية النسوية الخصبة في الشعر العراقي وبخصوصيته الكردية التي تميزت بفضاء جمالي وأفق يمتد نحو الشمس لذلك نال منجزها الشعري عشرات الدراسات النقدية من أدباء عراقيين وعرب أشادوا بمنجزها الجميل رحمها الله رغم كل ما جرى ظلت كجال ترى الحياة بقامتها ولكنها قتامة من نوع إنساني يثير الألم والحزن والتحدي فهي تقول في وداعا ترجمة الأستاذ عدالة عبد الله ما يكشف خفايا النفس المضطربة ويفضح المسكوت عنه في تجربة حياتية محبطة وداعا أيتها الأمطار الوردية الروح يا أمواج المائية من بحر العيون يا شهور ربيع العمر وداعا معركة ارحل عنا لا نريد رؤيتك نرغب أن نرى قبلات القمر لخدود الورد نود سماع نغمات قيثرة الطبيعة لتنشرح صدورنا أطفالنا بانتظار قوس قزح مع زخات المطر مثل زهرة الرمان مشرقة لخيوط شمس الصباح لا نريد لوطننا أن يرتدي ثوب الحزن وترقص أمام مرة عارية لتواسي قلب أم شهيد شذرات العشق فهي هنا تطلق صيحات الوداع بعد أن خسرت أجمل أيامها وعانت ما عانته من الآلام والفقد وانتهاك النسخ الحياتي وصارت لا تجد ملاذا آمنا لحياة تليق بها وبقومها ولم تعد قادرة على صنع الجمال والتمسك بحريتها المحاصرة بالتابوات والنواهي الظلامية ومع كل ما في الواقع من سوداوية وقتامة وانهيارات متلاحقة فإنها الشاعرة التي لم تغادر طوع إرادتها بل أجبرتها ضغوطات الزمن القاسي على المغادرة لكنها ظلت متشبسة بوطنها حيث تقول أنت لنا ونحن لك وتلك أعلى قيم التضحية والشجاعة والإصرار على مجابهة الهزائم الثقيلة والسعي بكل بسالة لصنع الغد الوضاء بعيدا عن أصوات المدافع في حروب خاسرة لا طائل منها انتقلت الشاعرة كجال خضر إبراهيم إلى رحاب الأبدية عام 2018 وصمت قلبها بشكل مفاجئ يضاف لخسارات الوسط الثقافي والفكري والأدبي وعشرات المبدعين الذين رحلوا وتركوا أثرهم تحت الشمس وليست آخرها الشاعرة الكردية كجال إبراهيم التي قدمت أكثر من 20 ديوانا بمنجزها الشعري باللغة الكردية والعربية أشكر الجزيل الشكر لأخي الكبير والصديق العزيز الشاعر والإعلامي أستاذ مروان الشيخي الذي حاول بكل جهده أن يكتب بعد حلق القناة عن شاعر كجال إبراهيم خضر وأشكر قناة الفضائية الرشاوة وبرنامجه القناديل وكل القائمين على إنتاج هذه الحلقة من مترجمين والمصورين والمونتاج والمذيعة العزيزة أختي الكبيرة الرحام إسماعيل على أدائه لقصائد الشاعرة الراحلة كجال
ولكل المشاهدين وكل السنة وأنتم بألف الخير والبركة، وإن شاء الله تعيشون بالسعادة والحرية الدائمة. أعزائي المشاهدين، الحديث والكتابة عن قنديلنا لهذا اليوم الشاعرة الراحلة كجال خضر إبراهيم يطول، ولكن حاولت قدر الاستطاعة التطرق لكافة نواحي حياتها بإيجاز، أتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك. إلى هنا أصل بكم لنهاية الحلقة، وأترككم بأمان الله، وإلى قنديل آخر من برنامجنا قناديل على قناتي وفضائية رجابة. إلى اللقاء.